السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بحضراتكم في فيديو جديد، والنهاردة معانا 40 فولتس اكس جي تي كوردلس امباكت رينش تي دبليو 008 جي ام 2. ده مفتاح ربط تصادمي لاسلكي نص بوصة مزود ببطارية 40 فولت، وتم تصميمه لفك وربط المسامير والصواميل. عندنا ساعات الربط بالنسبة للبرغ المعياري، فبقدر استخدم من ام 10 الى ام 24، وبالنسبة للبرغ عالي الشد فبقدر استخدم من ام 10 الى ام 16، وبالنسبة للبرغ المربع فبقدر استخدم 12.7 ملي نص بوصة. السرعة بدون حمل بتبدأ من 1200 لفة في الدقيقة وتصل الى 2900 لفة في الدقيقة. عندنا عدد الطرقات في الدقيقة بيبدأ من 600 طرقة في الدقيقة ويصل الى 2300 طرقة في الدقيقة. الحد الاقصى لعزم التثبيت 760 نيوتن متر، ووزن الجهاز بتاعنا 2 كيلو جرام بدون البطارية، وسعر الجهاز حوالي 820 دولار. من ضمن المواصفات الجميلة اللي بتميز بيها الامباكت اللي معانا النهاردة ان في سرعات متغيرة، وعندنا اتجاهين، وعندنا فرامل، وعندنا اربع اوضاع صدمة الكترونية، وعندنا كشاف لانارة منطقة العمل، وكمان عندنا موتور بدون فحمات، وعندنا تكنولوجيا الحماية الفائقة من الاتربة والسوائل. من ضمن الملحقات عندنا 2 بطارية اكس جي تي ليثيوم ايون 40 فولت 4 امبير، وكمان عندنا شاحن سريع، والجهاز بتاعنا بيجي في شنطة زي ما حضراتكم شايفين. خلونا بقى نشغل الامباكت بتاعنا كده مع بعض ونشوف. زي ما حضراتكم شايفين ده الامباكت رينش بتاعنا. عندنا يد عليها طبقة من المطاط الصناعي لمزيد من التحكم والراحة، كمان عندنا تكنولوجيا الحماية الفائقة من الأتربة والسوائل، فتقدر تستخدم الجهاز بتاعك في الأجواء الخارجية. كمان الجهاز بتاعنا موتور بدون فحمات. عندنا مقبض مفصلي لقمع الاهتزاز زي ما حضراتكم شايفين. خلونا نشغل الجهاز بتاعنا كده مع بعض ونشوف. عندنا سرعات متغيرة وبقدر اتحكم في السرعة من خلال الضغط على زناد التشغيل. خلونا نجرب كده مع بعض ونشوف. عندي فرامل، عندنا اتجاهين، ومن خلال المفتاح ده بقدر ابدل الاتجاه بلمسة بسيطة، بقدر ابدل الاتجاه. عندنا كشاف اضاءة ليد مزدوجة لانارة منطقة العمل. كمان عندنا اربع اوضاع الكترونية للطرق، وبقدر ابدل ما بينهم من خلال المفتاح ده. خلونا ننزل على السرعة رقم 3، السرعة رقم 2، السرعة رقم 1، عندي هنا المفتاح اللي بقدر اتحكم من خلاله في الاضاءة. لو حابب افصل الاضاءة فبضغطة طويلة على المفتاح ده وبتفصل معايا الاضاءة، طبعا لو حابب توفر البطارية وعندك المكان في انارة كافية. عندنا مفتاح المود، وبضغطة طويلة على مفتاح المود فبقدر اعمل تشغيل لوضع السرعة الكاملة، بحيث ان انا اضغط ضغطة بسيطة هنا يديني وضع السرعة الكاملة. خلونا نجرب كده مع بعض ونشوف. كمان عندنا وظيفة التوقف التلقائي، ومن خلال زرار المود فبقدر اشغلها. كل اللي انا هعمله هضغط ضغطة طويلة على زرار المود بحيث يفصل لي وضع السرعة الكاملة، وهلمس لمسة بسيطة على زرار المود فبيشغل لي وظيفة التوقف التلقائي. ومن خلال زرار المود بقدر ابدل ما بين ثلاث اوضاع لوظيفة التوقف التلقائي. في الوضع الاولاني الجهاز بيتوقف تماما بعد صدم الصامولة. خلينا نجرب كده مع بعض ونشوف. في الوضع رقم 2 بيتوقف بعد ثانيتين من فك الصامولة. في الوضع رقم 3 بيستمر بدوران بطيء بعد فك الصامولة. فمعانا جهاز قوي وجهاز ممتاز جدا زي ما حضراتكم شفتوا.
فعندنا امباكت رينش قوي مزود بموتور بدون فحمات يوفر اداء عالي وعزم تثبيت يصل الى 760 نيوتن متر. كمان عندنا وظيفه التوقف التلقائي، وعندنا اربع مراحل صدمة الكترونيه، وعندنا كشاف لاناره منطقه العمل، وكمان عندنا وضع السرعه العاليه. بكده بنكون انتهينا من الفيديو بتاعنا. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. انتظرونا في فيديو جديد ومعده جديده ومعلومه جديده في الفيديو القادم ان شاء الله. اشوفكم على خير.